E الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على مصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في برنامجنا رحمة للعالمين رحلة مع الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام لقد تناول فضيلة الشيخ عمر سعد عددا من المشاهد في حياة الأنبياء ووقفنا على قصه سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام في السجن، لكن الله سبحانه وتعالى قد منّ عليه وخرج من السجن ظافرا بريئا، ثم كانت قصته بعد ذلك مع اخوته فلذا فضل مشكورا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او كما جاءت الادله أن الإنسان إذا ابتلي فصبر فله العوض نعم. عوض في هذه الدنيا أو عوض بعد هذه الدنيا وهذا الذي حصل مع يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي بلاء عظيما ابتلي بعداء إخوته نعم. له أرادوا قتله ثم رموه في غيابة الجب ثم بعد ذلك اشتري عبدا وبيع لعزيز مصر ثم ابتلي ب فتنة النساء ونجاه الله سبحانه وتعالى من فتنه زوجة العزيز ومن معها من صويحباتها ثم بعد ذلك سجن وها يعني من يعني من ما يذكر يعني سبحان الله في قضيه السجن ان يوسف لما اخبر الفتى الذي نجا معه اخبر اخبر الملك بان هناك يعني مسجون له خبره في تعبير الرؤى واتوا الى يوسف وسالوه عن الرؤيا وعبر الرؤيا فاستدعاه الملك فابى يوسف ان ياتي الى الملك حتى ماذا حتى تثبت براءته حتى تثبت ماذا براءته قال يعني قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة قبل لا ما اطلع من السجن روح اول شيء لا فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعنا ايديهن لا لا ان ربي بكيدهن عليم لا 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 ف يعني سبحان الله لذلك النبي لا لا اكبر نبينا صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم اكبر هذا الموقف من يوسف لا لا قال لو قال صلى الله عليه وسلم لو اتاني داعي داعي السجن لاجبت لا لا يعني الله يوسف يعني مع هذا السجن ومع هذا الابتلاء وهذه الظلمة مع لا ذلك أحب أن يبرأ أولا تكريما لأخيه يوسف ولذلك لا أيضا في الحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم من الكريم؟ من الكريم؟ فقال يوسف قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم هذا هذا كرم النفوس نعم. إذا كانت النفوس ماذا كبارا, كباراً. تعبت في مرادها الاجسام نفس, نفس كبيره جدا الإنسان مبتلى ما صار يعني ذهب اتخذ وسائط ويمين وشمال لا صبر على الابتلاء ثم لما جاءه الفرج كذلك ابى ان يخرج من السجن حتى يثبت للدنيا وللعالم وللملك ولحاشيته وللجميع انه بريء مما اتهم به فلما ثبتت براءته بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك خرج وهكذا لذلك يعني هذا هذه الابتلاءات وهذه الاحوال العظيمه من يوسف عليه الصلاه والسلام في قضيه العفه والطهاره والصبر وغير ذلك مكنته بعد ذلك من هذا التمكين العظيم الذي حصل له في يعني قال اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ عليم تمكن هل يجوز أن واحد يطلب الإمارة، يطلب الولاية، يطلب الوزارة؟ يعني الآن سيدنا يوسف بنفسه نعم طلب هذا الأمر نعم نعم هذا ها، هذا والله تعالى أعلم الكلام فيه يطول بين... يعني بين بين العلماء حتى يعني, يعني في خلاف في هذه ش... المسألة شبها. لكن يوسف عندما طلب كان له عنده شهادة من رب العالمين أثبتها الله في القرآن إني حفيظ عليم. عليم, بينما الآخر الذي يطلب خاصة نعم. قضايا الإمارة والتولية نعم. وغير ذلك يعني يعني هذا قد يعني لا يعان ولا يوفق لذلك بعض العلماء يقول لا تطلب مثل هذه المناصب إذا جاءتك أعنت وإذا سألتها لم تعن ولذلك أيضا يعني في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنها أبو نعم. ذر يعني نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت, ما أقلت الخضراء أصدق نعم. لهجة من نعم. أبي ذر يعني في صدقه وإيمانه نعم. ومع ذلك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الإمارة أمارة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ والله لا والله قال يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي وإنك امرؤ ضعيف وإنها أمانة وإنها حسرة وندامة يوم القيامة لذلك بعض العلماء يمنع وبعض العلماء يفتح السؤال بضوابط من خلال ماذا؟ من خلال قصة يوسف عليه الصلاة والسلام نعم، لأنه علم أن مصر مقبلة على القحط نعم، نعم. وعلى الجدل. وإيضا له شهادة كما ذكر شهادة من رب العالمين نعم. إني حفيظ عليم نعم. نعم. يعني ما قال حافظ ما قال عالم نعم. بل أتى بصيغة المبالغة حفيظ نعم. يعني شدة الحفظ وإدارة أموال الدولة نعم. وكذلك ماذا؟ عليم يعني نعم. عليم بالمصارف إلى آخر ذلك نعم. نعم. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا إلى أبيهم بدم كذب وألى الأمر إلى أن دخل السجن ثم خرج من السجن لكي يتولى أمر مصر ولما كان القحط وتلك الازمه الاقتصاديه يعم العالم ومصر هي الاصل ما كان من اخوه يوسف الا ان طلبوا من اخيهم الا ان يشدوا رحالهم الى هذه البلاد لعلهم يستغيثون ويستجيرون بها وحصل ما حصل مع اخوته. نعم لا شك <applause> ذهب اخوه يوسف اليه سالوه المؤنه و... عرفهم كما قال سبحانه وتعالى فعرفهم وهم له منكرون يعني نعم متشككون هذا من لكن هو صلوات ربي وسلامه عليه عرفهم 11 عشر اخ يعني اتوه او عشر اخوه يعني اتوه ودخلوا عليه فعرف اخوانه ويعني هذا ايضا يعني يعطينا مشهد عظيم مشاهد يعني ما استغل معرفته بهم في رد ما فعلوه به وهو على سده الملك. يعني ما انتقم يعني بعض الناس للاسف الشديد وهذا يعني نذكر به. يعني آه الاخوان بل للاسف قد نذكر به الابناء. بعض الناس قد يعادي آه والده لان والده مثلا قصر في حقه ويظن يعني بعض الناس يسال في سؤال يقول يسال او بعض النساء تسال تقول امي تسئ الي. وتسبني وتتكلم علي وهي تظن أن أمها إذا عاملتها بهذه المعاملة أنه سقط حق الأم عنها مم. أو سقط حق الوالد عنها مم. لا والله مهما فعلت مهم أمك مم. مهما أساءت إليك أو أساء إليك والدك مم. ما عندك إلا أن تحسن إليهم مم. هذا شيء منفصل مم. يعني مو قضية أنها أني أحسن لوالدي إذا أحسنوا لا هذا شيء وهذا شيء لذلك الله سبحانه وتعالى يعني يقول في حق الوالدين وإن جاهداك لتشرك بي وفي الآية أخرى على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة يعني لو دعاك والداك وإن إلى كان أن مشركين كان مشركين كذلك من أهل الشرك ودعواك إلى أن تشرك بالله سبحانه وتعالى أولا لا طاعة لهما في ذلك فلا طاعة لمخلوق معصية الخالق الشيء الثاني قال وصاحبهما في الدنيا الله أكبر يعني منزلة الوالدين منزلة عظيمة جدا فلا يظن ظان أنه ماذا أنه يعني بإساءة والديه إليه يستطيع أن يخرج فكثير من الناس يعني قد يرد الإساءة لوالديه ما أقول كثير يعني نسأل الله البعض لكن لا. كثير من الاخوان قد يكون بينهم عداء <applause> يا اخوانك هؤلاء انت نزلتم في بطن واحده وخرجتم لا. من بطن واحده نعم فلتتذكر نقول لامثال هؤلاء تتذكر من تذكر يعني يوسف مع اخوته دخلوا عليه أنا هو عزيز عزيز <applause> مصر دخل عليه وبين يديه ومحتاجين فقراء ما قالوا لا. تذكرون انا لا. يوسف قد فعلتم وفعلتم وفعلتم لا والله نعم. وانما اراد ان ياتي بوالد بوالديه بحيله نعم. نعم. فابتدا اولا باخيه الشقيق اللي هو بنيامين نعم. بنيامين نعم. وأخوه ليوسف اخوه احب الينا أمين. من ابينا, إلى أبينا. اخوه هذا اخوه الشقيق بنيامين نعم. كلاهما يعني امهما واحده أم واحد. فاحتال بهذه الحيله حتى ماذا حصل على اخيه نعم. ثم بعد ذلك ماذا ثم بعد ذلك جعل الطعام في 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 لا جعل الطعام يعني كاملا عندهم نعم. يعني مدهم. امدهم امدهم ذهبوا نعم. وجدوا الطعام نعم. فشعروا ان هذا الرجل عنده نعم. قصه معهم بينه وبينهم إحسان فأتوه مره ثانيه وكلموه نعم. فبعد ذلك بين لهم ما عرفتموني ما تذكروني فقالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي هذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين ماذا قال لهم يوسف؟ قال لا تثريب عليكم الله اكبر ما هذا العفو؟ يعني تصور انت يا دكتور نجيب تصور أناس أرادوا قتل أخاهم قتل أخيهم ثم تنزلوا فرموه في البئر وجعلوه يغيب عن بلده وعن نعم. والديه يعني السنوات الطويلة نعم. يعني لا أدري ولا أذكر هل كانت أربعين نعم. سنة سنوات, نعم. سنوات طويلة جدا نعم. وبعد هذه السنوات عندما تمكن منهم وهو في عز الملك نعم وشدة القوة والقدرة والسيطرة نعم ماذا قال لهم؟ قال لا تثريب عليه خلاص ما في داعي لذلك الانسان نعم ماذا الانسان الموفق هو ال الذي يقل نعم العتاب ما يكون لا يكون معاتبا ليعاتب الناس دائما هذا لا يبقى له صاحب نعم لا يبقى ماذا لا يبقى له صاحب الانسان يكون يعني متوازنا صابرا الاجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فصلوات نعم. ربي وسلامه. اللهم صل وسلم على سيدنا يوسف وعلى سيدنا محمد وعلى سائر الانبياء، لنا فاصل ثم نعود مع فضيلة الشيخ عمر سعد لكي يوصل هذه المعاني القيمة في هذه القصة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم نعود في برنامجنا رحمه للعالمين الى فضيله الشيخ عمر سعد ليواصل حديثه عن تلكم الحكم والعبر التي يمكن ان نستخلصها من بعض المشاهد من قصه سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام وقد وقف وقف مشكورا على عفو سيدنا يوسف عن اخوانه وهذا العفو يذكرنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اهتدى بهدي سيدنا يوسف في يوم فتح مكة وقال لقريش لا أقول إلا ما قال أخي يوسف لأخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وعفى عن قومه عليه الصلاة والسلام اقتداء بأخي تذكرت كلمة لابن القيم يقول سيدنا يوسف لما جاء إليه إخوته قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن مع ان خروجه من الجب كان اعظم فقد خرج من الجب وهو وحيد صغير طريد لا يستطيع ان يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بينما وقوعه في السجن كان لطوع امره ويستطيع ان يدافع عن نفسه وهو في قوه شبابه وعنوته ولكن مع ذلك قال لإخوته في هذا المجال والمحضر أخرجني من السجن حتى لا يذكرهم بصنيعهم وكأن ذلك الأمر قد مم. كان شيئا فلسية. لم يكن شيئا مذكورا نعم ما شاء الله, نعم. ما شاء الله. نعم. نواصل الرحلة مع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه المنزلة العظيمة التي قد يحتج البعض يقول هؤلاء أنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا نستطيع نحن ان نعفو عمن ظلمنا وخاصه من يعتدي عليهم في اموالهم وغير ذلك من المجالات فكيف نرد عليهم ونحن مأمورون ان نقتدي ونهتدي بهداهم عموما يعني هذه القضيه يعني لن نكون او لن يكون حالنا كحال الانبياء لكن المراد ماذا المراد التشبه والاقتداء الاقتداء والترقي وكلما عظم اقتداؤك بانبياء الله كلما عظمت منزلتك وايضا عظمت البركات التي تعود عليك لذلك يوسف ماذا قال انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين, المحسنين وهكذا الانسان في هذه الدنيا يعني لا يعني يجنح لي نعم. يجنح لي مثلا يجنح للظلم او يجنح لاخذ حقه ممن ظلمه نعم. مع ان هذا حق حقه نعم. يعني بحجه ماذا هؤلاء انبياء نحن يعني ناس عاديين نعم. نقول لو عفوت وسامحت الاجر نعم. نعم. الذي ستناله اما في هذه الدنيا او بعد هذه الدنيا لا يعني لا يتصور لذلك ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى فمن عفا واصلح فأجره على الله على الله تصور يعني يعني اذا عفوت وسامحت فأجرك على من؟ على رب العالمين دا. وإذا قيل ان ان اجرك على رب العالمين فتأمل دا. في هذا الاجر دا. يعني الان لو قيل لواحد من الناس ترى فلان الملك الفلاني هو الذي دا. سيكرمك يعني ماذا دا. كيف ستكون نفسه؟ ملك فلان اكيد سأحصل الدنيا بما فيها نعم سأحصل قصرا، سأحصل مالا ليش؟ لأن نعم. هذا الملك نعم. فكيف إذا كان المعطي والمانح والذي نعم. سيعوضك هو رب العالمين سبحانه وتعالى نعم. لذلك هذه الحجة أن هؤلاء أنبياء الأنبياء إنما أرسلهم الله سبحانه نعم. وتعالى حتى يقتدي بهم الناس لا لأجل أن يقول الناس هؤلاء أنبياء نحن أن بشر سنسلك مسلكا غير مسلكهم وسنتعامل بغير تعاملهم لا المراد أنك تقتدي بهم وهذا يذكرني بعض الناس كلما ذكر بشيء من سنة النبي أو من الدين يسأل مم. هل هذا سنة هل هذا سنة؟ لأجل ماذا لأجل أنه ماذا إذا قيل هذه سنة خلاص قام السنة يتركها كأن السنة للترك لا مم. السنة المراد بها أنك تعمل بها وهكذا يعني في مم. هذه القصة الجميلة. مم. وذكر الله تعالى العفو أيضا بعد الخلاف بين الزوجين قال ألا تحب فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فأولى الناس بالعفو الزوج والزوجة ولما بينهما من العشرة ولا تنسوا الفضل بينكم وأولى الناس بالعفو أيضا الأقارب والإخوة والأهل العفو يا دكتور العفو في الحقيقة يدل على على قوة الشخصية نعم. يعني بعض الناس يظن انه اذا عفا دل ذلك على ضعفه وهذا الامر يعني نعم. ظن خاطئ جدا النبي صلى, نعم. صلى الله عليه وسلم كم اوذي كما ذكر نعم. كم اوذي كم ابتلي في اصحابه قتلوا هجروا واخذت اموالهم لكن لما رجع الى مكة صلى الله عليه وسلم عفا نعم. وصفح ويعني فالعفو يدل على قوة شخصية الانسان وله نعم. اثاره العظيمة بعد ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالصرعه نعم انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب نعم شديد حقيقه هو الذي يملك نفسه ما يتعدى نعم. الحدود واحد قال لي كلمتين اقول له عشر نعم. واحد رفع ايدي ارفع له مثل بعض الامثال يقول نعم. ترميني بالماي في مية نار او كذا من هذا الكلام الذي يدور بين العامه لا قوتك وتمكنك من نفسك في انك تعفو وتصفح وتسامح ثم لن تجد بعد ذلك إلا ما يسرك من ربك سبحانه نعم. وتعالى ومن حسن أهم المظاهر مظاهر في هذه الدولة المباركة أنه كلما قرب شهر رمضان تكريما لهذه البركة يأتي الأمر من أصحاب السمو حفظهم الله بإطلاق كثير من السجناء نعم. بل بالمئات وقضاء ديونهم وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم نعم. وهذه ظاهره ساميه عظيمه جديره بالتقدير وجديره بالتكريم والتعظيم وسمعتهم في اكثر من مظهر من مناسبه يقولون اذا كان العف ان الغايه من العقوبه الردع والزجر فاذا كانت العفو يؤدي الى هذه الغايه فلماذا نلجا الى العقوبه وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بهم في هذا الأمر سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام علمنا أنه قد تولى زمام الأمر ومن الله سبحانه وتعالى عليه الملك لكنه لم يتغير في بداية الأمر إنه من المحسنين وفي وسط الأمر إنه من المحسنين وفي السجن من المحسنين ومع الملك في تأويل الرؤيا من المحسنين وعندما جاء اخوته وهو وزير تولى زمام الملك في مصر واختار ان يتولى المال لان المال ارغام للناس وتعطاء لرؤوسهم لكي يعني يتقدموا وياخذوا خيرات هذه البلاد فانه من المحسنين فبجميع مراحله عليه الصلاه والسلام لم يتبدل ولم يتغير وكان يصوم ويفطر وذكرني عليه الصلاه والسلام بسيدنا عمر بن عبد العزيز عندما اتاه الله تعالى الخلافه قال لقد كانت لي نفسا يعني تواقه تواقه نعم. كمل لي الشيخ السالفه تذكرها؟ يعني كان نعم. كانت لي نفس تواقه نعم. تتوق لكل شيء حتى نعم. وليت حتى وليت خلافة المشركين الخلافة فبعد ذلك زهدت في الدنيا نعم. خلاص وصل الخلافة فتاقت نفسي للدار الآخرة نعم. ولذلك سيدنا يوسف بعد أن من الله تعالى عليه ما طلب إلا رضا الله تعالى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وهذا مثال لمن يتولى زمام الأمور ويرفع الله سبحانه وتعالى قدره في إدارة أو وزارة أن لا يتعالى على الناس لا شك وأن لا, شك لا تتغير أخلاقه بل تكون هذا وسيلة لإقامة العدل والحب بين الناس لا بد أن نقف على سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في مراحله حياته الأخيرة نعم يوسف عليه الصلاة والسلام يعني بعد كما ذكر الله في نهاية القصة بعد أن حصل ما حصل وحصل عفو حصل اجتماع وجاء والده يعقوب، طبعا يعقوب بقي في مصر هو وابناؤه وتكاثروا ويعقوب هو في الحقيقه هو اسرائيل فكثر بنو اسرائيل في مصر بعد ذلك يعني او قبل كثرتهم فيوسف في اخر امره يعني نسب الفضل الى الله سبحانه وتعالى قال ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما هذه الغايه والحقني بالصالحين سال الله سبحانه وتعالى الوفاه وان يلحق بالصالحين طبعا توفي يوسف في مصر وفي قصه وفاه يوسف يعني قصه او ورد فيها حديث رواه الحاكم وذكره الامام ابن كثير وفيه عبره وعظه وهي أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما توفي ودفن في أرض مصر في ارض مصر، دفن في ارض مصر، تراهم بقوا في مصر ما خرجوا منها. متى خرجوا منها؟ في زمان ماذا؟ في زمان موسى عليه الصلاه والسلام عندما خرج ببني اسرائيل من مصر وهرب من فرعون وذهب بهم الى الارض المقدسه. فيوسف في اخذ عليهم ماذا؟ اخذ عليهم العهد انهم اذا خرجوا من مصر ان ياخذوا جسده معهم. هذا حديث رواه الامام الحاكم. وهذا الحديث له قصه قصه جميله وفيها عبره. وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم زار يوما أحد الأعراب فهذا الأعرابي كعادة الأعراب أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن وفادته فقال له النبي إذا جئت المدينة فتعاهدنا جئت مر علينا يعني النبي كان يقبل هدية ولكنه كان يثيب عليها صلى الله عليه وسلم فلما جاء العربي إلى المدينة ورآه النبي وذكر كرمه قال النبي للأعرابي ما حاجتك شتبه نعم. تصور يا دكتور نجيب نعم أنت تقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ستطلب نعم قال شيء يعني الجنة أو أن أكون في نعم نعم المنازل العلى من الجنة أو أن أكون معك يا رسول الله مثلا نعم هذا العربي ماذا سأل قال يا رسول فكر العربي قال يا رسول الله أريد أعنزا أريد ناقة بسرجها وأعنز يحتلبها وأعنزا يحتلبها أهلي أراد من رسول الله ناقة وعنز فقال له النبي أما كنت كعجوز بني إسرائيل فسار الصحابة وكانوا عندهم شغف عظيم بالعلم والمعرفة قالوا من عجوز بني إسرائيل فذكر النبي هذه القصة وأن موسى عندما أراد أن يخرج من مصر ظل الطريق ما عرف الطريق كلما أراد يخرج أضاع الطريق فسأل علماء بني إسرائيل قالوا ما القصة فذكروا له أن يوسف أخذ عليهم العهد أنهم متى خرجوا من مصر أن يأخذوا جسده معهم فسأل موسى من يعرف مكان قبر يوسف فدلوه على امرأة من عجائز بني إسرائيل هي الوحيدة التي طبعا نحن نتكلم عن بني إسرائيل في ذاك الزمن عندما كانوا هم أهل الدين والإيمان وكان عندهم الرسل فدلوه على هذه المرأة العجوز وكانت هي الوحيده التي تعرف مكان يوسف وقبر يوسف وكانت محتفظه بهذا السر, السر لمثل هذا اليوم. مم. فاتوا بالعجوز وقفت بين يدي من بين يدي موسى الذي هو كريم الله فقال لها موسى اين قبر يوسف؟ ماذا يريد موسى؟ يريد الجواب. نعم فهي تقف بين يدي من كلمه الله تكريما. نعم. الا ان هذه العجوز اجابت بجواب غريب قالت لن اخبرك. فعلا. لن أعطيك الخبر حتى تعطيني طلبي أو جاء في الرواية حتى لا. تعطيني حكمي قال ماذا تريدين؟ قالت أن أكون ما قالت في الجنة؟ لا. العربي ماذا سأل؟ سأل ناقة هذه المرة ماذا سألت؟ لا. قالت أن أكون ما قالت في الجنة؟ قالت أن أكون معك في الجنة يا سلام. مثل من؟ معي. مثل آسيا مزاحم ابن لي عندك عندك بيتاً قريباً منك يا رب نعم فهذه قالت ان اكون معك في الجنه, في الجنة. فثقل مم. الامر على موسى يعني هذا الطلب يعني دعم. لما سال احد الصحابه رسول دعم. الله النبي قال مم. ما ما حاجته كان يخدم النبي وايد فقال هذا الصحابي اسالك مرافقتك في الجنه في قال او غير ذلك ما في سؤال ثاني هذا سؤال كبير مم. قال هو ذاك يا رسول الله قال فاعني على نفسك بكثره السجود فموسى ثقل عليه الامر فاوحى الكريم مم. سبحانه وتعالى الى موسى ان اعطيها حكمها فقال لك ذلك فهذه عجوز أتت بهم إلى صحيح. مثل عين ماء قليل فقالت انضبوا هذا الماء فنضبوه وأزالوه مم. ثم احتفروا فإذا بجسد يوسف فلما وضعوه على العناق حملوه حيوة. إذا بالطريق كفلق الصبح فخرجوا بعد ذلك من مصر وهذه القصة طبعا فيها فوائد كثيرة لكن من فوائدها مم. أن الواحد يستغل الفرصة ونحن الآن مم. في شهر رمضان نعم. شهر رمضان شهر الطاعة والعبادة والخير فلابد للموفق أن يستغل هذه الفرصة نعم. فرصة رمضان نعم. في طاعة لله وإقبال نعم. ورجوع وتوبة نسأل الله أن يتوب علينا جميعا وفي الختام ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعفو وأن يرزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ويعيننا على تلك الأعمال التي يلحقنا بالأولياء وبالصالحين باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ عمر سعد حفظه الله ورعى الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي على أمل اللقاء معكم ومعه إن شاء الله في حلقات قادمة